نانسي، الإمارات بتشارك الإمارات بتشارك المصريين احتفالات أكتوبر دي أوبريت عناقيد الضياء. كل التفاصيل بهالتقرير. الإمارات تشارك المصريين احتفالات أكتوبر بأوبريت عناقيد الضياء. تنظم إمارة الشارقة احتفالية ثقافية فنية في مصر خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر في إطار مشاركة الشعب المصري في احتفالاته بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالمشاركة في أكبر أوبريت فني تم إنتاجه بالإمارات خلال الفترة الماضية. عناقيد الضياء الذي يحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة النبوية وتعاليم الإسلام السامحة التي أرساها الإسلام على مدار عقود طويلة. وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة إن انتصارات 6 أكتوبر المجيدة ليست انتصارات لمصر فقط، ولكن هي انتصارات لجميع العرب. وقد وجدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن أقل ما يقدم لمشاركة الشعب المصري في هذه الذكرى المجيدة هو إقامة أوبريت فني عناقيد الضياء كجزء من رد الجميل. ويشارك في الأوبريت كل من حسين الجسمي، لطفي بوشناق، وعلي الحجار، ومحمد عساف. كما عرض الموقع أوبريت مصر المكان والمكانة الذي يشارك فيه عدد من الفنانين المصريين، من بينهم الفنان محمد الحلو، أحمد سعد، وشريف منير، وعدد من الفنانين الشباب. يعني مبادرة جدا حلوة من فنانين الإمارات لمصر، وحلو الدعم هيك بين دولنا العربية بهيدي الطريقة من خلال الفن.